الاهلي والجهاز الفني حسام البدري وكل اعضائه، بشكر اللعيبه، خرجنا بشرف وصلنا بشرف غاب. يعني هم عملوا حاجه في المية حاجات كتيره جدا في 180 دقيقه في الكوره، لكن لا ينقص الاهلي الا التوفيق. والله انا بتكلم بما يرضي الله. إن انت لو قست الجوانب الفنيه في مباراتين بتاع القاهره والمغرب هتلاقي الاهلي هو الاحسن، هو الافضل، هو الاكثر استحواذا، هو الاكثر خطوره على المرمى. انت تتخيل النهارده 12 كورنر للنادي الاهلي، اثنين كورنر للوداد. ايوه كابتن، بس سبعه الشوط الاول. في واحد يا كابتن بيتحكم في المباراه اسمه حكم، اسمه يعني، يعني المفروض ان هو حكم جاي من يعني مش عايز اتكلم ما انا بقول لك يعني، لكن هو ده معناه هو قلقهم انذارات. احمد فتحي انذار، مش عارف مين انذار، ما فيش ولا انذار يعني انذار او انذار مثلا بقى. هو بس يعني ايه، عاوزين نقول ان يعني برضه قبل ما نخش متشكرين اللعيبه، عملتوا اللي عليكم، شرفتمونا فعلا. جمهور الاهلي سعيد جدا بفرقته، شكرا للاداره، شكرا للجمهور، شكرا للعيبه، شكرا للجهاز الفني. وفي نفس الوقت انا شايف ان عدم التوفيق هو اللي خلى النادي الاهلي يا كابتن شريف ما ياخدش البطوله. ده كلام مظبوط يا كابتن. اتفضل يا كابتن. الاهلي يقتال افريقيا على مرمى ومسمع من كل حد قاعد بيتفرج على الماتش، النادي الاهلي بيقتال افريقيا. واحنا نبهنا قبل الماتش مفيش حكم افريقي ده، اذا كان على ارضنا هنا ما اديناش ضربتين جزاء بضربه واحده. ده فاكر 83، فاكر 83 في غانا 83 بيخلصوا علينا بقى. كان حكم جزائري بيخلص علينا حنصل. بيخلص حنصل. علينا وكل انا قلت لك قبل اخر لقطه واحنا في التحليل، قلت لكم ادعوا ربنا ان الحكم يدينا حقنا. بس هو في اكتر من الماتش اتلعب، قلت لكم هتلعبوا تاني تايم 30 دقيقه بس، غير بقى ان غير ان في شكوك في ان الجول اوف سايد، غير ان في شكوك في اوف سايدات كتير، غير ان اي لمسه زي ما انا قلت لكم في التحليل الوقت الضايع. لا كابتن ربيع، اي لمسه قلت لك انا، اي لمسه هتحصل حوالين الحتت الثابته اللي انت كنت خايف منها، ده فاولات عكسيه كمان. بعدين النادي الاهلي النهارده، انا مش متخيل الاداء الجبار اللي لعبه لعيبه النادي الاهلي النهارده. تشكيل نازل باي تشكيل باي لعيبه، احنا متفقين كلهم واحد، ده لعب باك رايت، ده لعب كله عمل اللي عليه، كله عمل اللي عليه، ولعبوا كوره لعبوا كوره النادي الاهلي المعروفه بره وجوه. انما التوفيق زي ما قلت يا ربيع غير موجود خالص. انت النهارده بتروح بالثلاث اربع تجوان في اول هاف تايم يخلوك ليدنج وتاخد البطوله في اول هاف تايم. شريه الانفراد بتاع مؤمن على الارض جون، الانفراد لو حطها على بطن رجله على الارض، انفراد يعني لو زقها كمان سنه وطمع فيها، يا بياخد ضربه جزاء يا بيقدر يتصرف فيها احسن من كده. فهارلك لجماهير النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي والاجهزه الفنيه، عملتوا اللي عليكم وشرفتونا، وترجعوا رافعين راسكم. انتوا خسرتوا، هنقول بقى الكلام البلدي، انتوا خسرتوا الماتش هنا 1-1، عشان كده رايحين بمسؤوليه كبيره قوي، عشان كده قلت لكم 0-0 تفرق كتير قوي عن 1-1. فان الكوره فيها عند وما دخلتش وده ظروف بطوله، واحنا كنا مؤهلين للسيناريو ده. ماتش كوره يا كابتن شريف، 70% احنا قلنا 70% مؤهلين ان هيحصل اغتيال ليكوا في لو ما جبناش ارض الوداد، لو ما جبناش تحكيميا يعني. فلو ما جبتش جول طبعا ده اللي هيحصل لك. وبعدين في تمني، لو تلاحظ يا كابتن ميدو، في تمني من الحكم للفرقه اللي قدامك، وده بيهزك. الحكم النهارده كام؟ ده بيهزك يا فندم. تدي الحكم كام النهارده؟ ادي له كام بالنسبه للمغرب؟ 10 على 10. لا كله تقييمه الفني. تقييمه ادي له 5. خمسه، نص احنا قلنا مع بعضينا. نص حكم مش حكم. تدي له كام يا سمير؟ 5؟ تدي له 0. للاسف. قول يا كابتن سمير. لا مبروك لفرقه الوداد. طبعا عملوا اللي عليهم، مباراه الذهاب ومباراه العوده بكل روح رياضيه. الاخ اخواننا المغاربه طبعا اشقاء، ومن حقهم ان هم يفرحوا طبعا. هارد لك النادي الاهلي. اكيد في اخطاء فنيه هنتكلم فيها، انما عايز اتكلم على الحكم. الحكم مباراه الذهاب بدايه من الحكم تسيما اللي هو الاثيوبي. احنا عندنا مشاكل مع اثيوبيا، سد النهضه ويعني مشاكل سياسيه، وكمان بقت مشاكل سياسيه وكرويه. جه خلص على النادي الاهلي في برج العرب ضربه جزاء صحيحه لوليد ازارو ما حسبهاش. النهارده الحكم بكاري طبعا الوقت الضايع رقم واحد، 3 دقائق، دخان لوحده 3 دقائق. وتغييرات، 6 تغييرات. عندك 5 تغييرات، كل تغييره او 6 مثلا ب3 دقائق. 6 تغييرات في نص دقيقه، 6 يعني 3 دقائق مش كده؟
وعندك 3 دقائق 6 دقائق، دخان لوحده 3 دقائق غير اللعيبه اللي طبعا، والجول الصلبطه الجول لوحده وقع مرتين وقاوت مع فاول مع اعتراض، كل ده المفروض على الاقل 7 دقائق. ازاي جاب 3 دقائق؟ انا ما اعرفش، انا مش عارف دي جابها منين. بالاضافه طبعا الفاولات العكسيه اللي كانت موجوده في نص الملعب، الفاول الاخير اللي حسب على رامي ربيعه ممكن كان يعني لو انت متعادل او محتاج المباراه كابتن كان خلص عليك برضه. يعني عنده اخطاء تحكيميه، هو حكم ضعيف. ده هيحكم لهم ماتش نهائي كاس تصفيات كاس العالم. ده يعني هيحكم لهم يعني ضعيف جدا وسيء الحقيقه. انا وجهه نظري ان انا اديله هو اللي راح